الضعف العام وصل إلى خطب رجال الدين، فإمام جامع الخلاني حذر من القانون في خطبة صلاة الجمعة، وعده بمثابة مشروع لدعم الإرهاب داخل قبة مجلس النواب العراقي. المادة الثانية الموجودة ماذا تقول؟ حتى نشوف. تقول تسري أحكام المادة واحد اللي قريناه، هذه المادة واحد من هذا القانون على المتهمين كافة كلهم، الموقوفين منهم ومن لم يلقى القبض عليهم أيضا، سواء كان هو هناك قال محكومين لا أيضا يقول حتى الموقوف أو الهارب، وأيضا ما محاكم كذلك شمل، ومن لم يلقى القبض عليهم ويعفى عن الجرائم كافة مهما كانت درجتها. يراد نعطي هدية وجائزة لهؤلاء بحيث يقدمون مشروع في مجلس النواب لدعم الإرهاب. ولا يعد هذا رأي الدين فحسب، فمنظمات دولية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية تؤكد أن العفو عمن اتهموا بجرائم ضد الإنسانية داخل البلاد قد يؤثر على التزام العراق تجاه القانون الدولي. لا يجب أن يكون أي عفو عن متهمين بجرائم تصنف ضمن القانون الدولي بجرائم ضد الإنسانية أو القتل والتعذيب والاختفاء القسري، هذا طبقا للقانون الدولي وعدد من الاتفاقيات التي صادق عليها العراق وعليه أن يلتزم بها. لكن الداعمين لهذا القانون سيما من القائمة العراقية والتيار الصدري لهم رأي آخر، فهم يجدون أن قانون العفو العام جاء ليصحح مسار قانون مكافحة الإرهاب الذي شرع في وقت مبكر من العملية السياسية وتسبب في اعتقال الآلاف. قانون 4 إرهاب أو ما قانون رقم 13/2005 الحقيقة قانون فضفاض يبيح للأجهزة الأمنية أن تعتقل ما تشاء، ولذلك حتى نستطيع أن نضع العملية السياسية على السكة يفترض أن تكون بداية. أعتقد قانون العفو العام يمكن أن يمثل يعني جانب كبير من البداية التي يمكن أن توجه العملية السياسية بالاتجاه الصحيح وتزيد من شرعيتها، ولذلك اعتقلوا المئات الألوف من أبناء شعبنا وتحملوا مسؤوليهم وغير مسؤولين عنها، ولذلك يعني أثبتت القضاء العراقي أثبت في جوانب كثيرة أن المعتقلين على قانون 4 إرهاب عندما يصلون إلى المحاكم 95% يكونون خارج دائرة الحكم. وقد تتصاعد وتيرة الخلاف أكثر فأكثر كلما اقترب هذا القانون من جلسة التصويت عليه، في وقت تكثر فيه الشائعات عن وجود صفقة بين دولة القانون والتيار الصدري لتمريره مقابل تمرير نظيره البنى التحتية. نازم محمد، السومريات.